تجعله في مأمن من أي اختراق مضر أو تجاوز غير مسموح به. وهذا يتأتى بالخطوات التالية: صف سلوك الشخص الذي أمامك، صف مشاعرك ورغباتك، اطلب طلبا مهذبا حازما غير قابل للتفاوض. كذلك الإنسان كائن اجتماعي، وبالتالي فهو خاضع لشروط المجتمع ومقاييسه. وحينما ينزاح الإنسان عن هذه المقاييس أو يبدأ في التمرد على بعض هذه الأحكام المسبقة، يشعر بالحزن وعدم الأمان. وإذا لم يتحكم في مجريات الأمور، يتحول هذا الحزن إلى كآبة نفسية حادية تحول الحياة إلى عذابات يتقلب فيها الإنسان كل حين. الحزن أمر طبيعي، فالحياة ليست جنة مفروشة بالورود، والحزن والفقدان والمرض جزء من طبيعتها وليست أشياء منفصلة عنها. لهذا وجب الانتباه إلى خطورة الإصابة بمثل هذه التحولات النفسية الرهيبة التي يعد من أعراضها الشعور بالحزن الدائم، وفقدان الحب والشغف بالحياة، وصعوبة النوم، وفقدان التركيز، وجلد الذات والشعور بالذنب والدونية، وغير ذلك من الأعراض الخطيرة على البنية النفسية للإنسان. والمهم ليس فقط أن نعرف الأعراض، فهذا الأمر متاح للجميع، ويمكن أن يمر منه أي واحد منا ونحن نواجه أحداثاً ووقائع تشعرنا بالحزن الشديد. لكن الأهم هو ألا يتحول شعورنا بالحزن إلى حالة نفسية يصبح جذب كل ما يسبب الحزن من ذكريات أليمة أو مخاوف مضنية أمراً مستساغاً، بل يشعر المرء معه بسعادة عكسية لا متناهية. الفكرة: التعبير عن الرفض ليس وقاحة، بل هو دليل على مقياس الثقة في النفس. الاكتئاب مرض العصر الذي يجب ألا يسقط في شراك أعراضه أحد. الحياة في أبعادها الإنسانية لا تستصيغ الاستهلاك، لأن هذا الأخير يدمر الإنتاج ويستنزف موارد الأرض وخيراتها. لهذا كلما ابتعدنا عن حدود الطبيعة في تعاملنا مع الأشياء، كلما انعكس ذلك سلبا على نفوسنا وسلوكاتنا البشرية. ولأن الحياة المعاصرة حياة استهلاكية بامتياز، فإن كل المظاهر تحولت إلى أشياء جالبة